السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. السلطنة تشارك في معرض الخرطوم الدولي للكتاب 2017. صدور رواية بعنوان أوراق الغريب للقاصي والروائي العماني محمود الرحبي. وانطلاق فعاليات مهرجان الظافر الرابع على ميدان الأبيض لسباقات الهجن بولاية المضيبي. أهلا بكم. تشارك السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة في فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب 2017، والذي ينطلق غدا ويستمر حتى 29 من أكتوبر الجاري. وتأتي المشاركة في إطار تفعيل الحضور العماني بمعارض الكتاب الدولية المختلفة لمتابعة تحقيق الأهداف التي من أهمها التعريف بالكتاب العماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي للسلطنة. صدرت للقاصي والروائي العماني محمود الرحبي رواية جديدة بعنوان أوراق الغريب عن دار العين للنشر والتوزيع بالقاهرة. وتدور الرواية في مناخها العام حول الغربة من وجهة نظر عربية، وتتحدث الشخصية الرئيسية في الرواية عن نفسها بحرية، حتى أن الكاتب تقصد أن تظل بلا اسم في سياق لعبة فنية جماعية يشترك فيها الكاتب والشخصيات معا. وتأتي هذه الرواية بعد 4 سنوات من آخر إصداراته، وهي رواية فراشات الروحاني عام 2013. إحياء للموروث العماني الأصيل وتشجيعا للمهتمين بسباقات الهجن، انطلقت فعاليات مهرجان الظافر الرابع وذلك على ميدان الأبيض لسباقات الهجن بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. رعى فعالية المهرجان صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد. 20 شوطا ضمن مهرجان الظافر السنوي، والذي يحتضنه ميدان الأبيض لسباقات الهجن بولاية المضيبي، وذلك للعام الرابع على التوالي. المهرجان شهد مشاركة واسعة وحضورا من قبل المهتمين وعشاق رياضة سباقات الهجن، وذلك برعاية صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد. هذه موروث شعبي وحثنا عليه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على التمسك بهذا الموروث، وهذه مش مظاهر، يعني هذه من بداية مقامة عمان وقام صاحب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس. مهرجان الظافر الحقيقة هذه النسخة الرابعة، اللي هو يعتبر يعني دعم كبير لأصحاب الهجن وخاصة لسن الحقائق، وعدد أشواطه 20 شوط. السباق خصص لفئات الحجائج بكار وقعدان لمسافة 3 كيلومترات، وفي أشواط البكار والتوقيت الأفضل كان من نصيب البكرة شديدة، وفي أشواط القعدان سجل القعود الباز لمالكه خليفة بن الصغير لوهيبي، سجل أفضل توقيت عند 4 دقائق و26 ثانية، قاطعا بذلك مسافة 3 كيلومترات. والله الهجن كلها خير وبركة، أول شيء أهلها معينين خير، والشيء الثاني زايرين إخواننا، الإخوان يزورون إخوانهم من دول الخليج، اللي جاي من الكويت، اللي جاي من السعودية، هذا كله سببها يعني الحلال المبروك هذا، والهجن كلها خير، وهذه موروث الآباء والأجداد. حضور جماهيري كبير من قبل عشاق رياضة سباقات الهجن، والتي باتت تشكل رافدا اقتصاديا للعديد من الشباب العماني المهتمين بالإبل. وفي ختام المهرجان قام راعي المناسبة بتوزيع الجوائز على الفائزين في جميع الأشواط. مشاركة واسعة في مهرجان الظافر السنوي، والذي يسجل الستار على نسخته الرابعة، وتعتبر هذه السباقات من أبرز الروافد الاقتصادية لملاك الهجن والمضمرين، وذلك من خلال المشاركة في السباقات المحلية والخليجية من ميدان الأبيض لسباقات الهجن بولاية المضيبي
ذياب بن عبد الله النوفلي محافظة شمال الشرقية. واختتمت بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية فعاليات ملتقى ولاية المضيبي للحرف والفنون التشكيلية والتي استمرت 3 أيام. وقد اشتمل الملتقى على إقامة معرض للحرف والمشغولات الفنية والرسم والمجسمات، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين بولاية المضيبي، إلى جانب تنظيم معرض للكتب وإقامة المحاضرات التوعوية. كشف مكتب حفظ البيئة أن عدد أنواع النباتات التي سجلتها محمية السرين الطبيعية بلغ 400 نوع، وتشكل محمية السرين الطبيعية بولاية قريات ملاذا للعديد من الطيور والحيوانات البرية والزواحف، وتعد شجرة السمر المحلية أكثر الأنواع المنتشرة في المحمية والتي تقتات عليها معظم الحيوانات البرية التي تعيش فيها. ويسعى مكتب حفظ البيئة للحفاظ على مكونات المحمية الطبيعية عبر إنشاء 5 مراكز للمراقبة وتركيب 27 جهاز تعقب للوعي العربي وتكثيف رقابة على الحيوانات التي تتواجد في المحمية للحد من الأضرار بها. أخبار ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. صدور كتاب خزائن المرء للناقد والفنان التشكيلي الأردني غسان مفاضلة. أهلا بكم من جديد. سيتمكن أولياء الأمور والإدارات المدرسية من متابعة كافة المعلومات الجغرافية المتعلقة بالعملية التعليمية مع تدشين الموقع التفاعلي للخريطة المدرسية. الموقع سيتيح معرفة أماكن المدارس والمديريات والخدمات الداعمة بمجالات التربية والتعليم بجميع محافظات السلطنة. مع تدشين الموقع التفاعلي للخريطة المدرسية أصبح بالإمكان أن يتحصل أولياء الأمور على المعلومات الجغرافية المتعلقة بالعملية التعليمية، حالهم كحال الإدارات المدرسية وموظفي وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المختصة. هذا الموقع التفاعلي يساعد أولياء الأمور وكافة المستفيدين الآخرين من أن يحصلوا على المعلومات اللازمة لهم وفقا لحاجتهم منها، يعني من هذا الموقع، ويسهل عليهم قضية الحق أبنائهم بالمدارس التي ينبغي أن يلتحقوا بها. لهذا المشروع له إنتاجات أخرى كثيرة، خرائط مدرسية وخرائط جغرافية أقصد أيضا، تخدم كافة شرائح سواء كان أولياء أمور أو حتى نحن في وزارة التربية والتعليم أو حتى الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالعمل معنا كذلك. هو مشروع مهم وقاعة بيانات كبيرة مرتبطة بالبوابة التعليمية يعيننا على اتخاذ قرار سليم بإذن الله تربويا. إطلاق الموقع التفاعلي جاء استكمالا لمشروع الخريطة المدرسية التي تمزج المعطيات والبيانات السكانية والاجتماعية والإحصائية بالبيانات الجغرافية بهدف إنتاج معلومات دقيقة وموثقة عن المدارس وعنبياتها الجغرافية والسكانية والخدمات الاجتماعية الداعمة لها. يشمل جميع توزيع مواقع جميع المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم من مديريات تعليمية، مكاتب إشراف، مخازن، مراكز تدريب وغيرها من المباني، بالإضافة طبعا إلى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. المشروع يخدم المناهج الدراسية بصورة مباشرة وبالأخص مناهج الجغرافيا والتقنيات الحديثة، حيث يستطيع الطالب القيام بالعديد من المشاريع في نظم المعلومات الجغرافية من خلال الموقع، ويساعد على وضع تصور عام لحل بعض الصعوبات التخطيطية. الموقع طبعا راح يفيدنا احنا كقسم ويفيد المدارس بما يوفرهم من بيانات ومعلومات جغرافية
ويفيد أيضا أولياء الأمور في تحديد المدارس الأنسب لأبنائهم، وكذلك يعني معرفة أقرب مدرسة لهم. تواصل وزارة التربية والتعليم تطوير عملها بإدخال أحدث الأدوات التي تسهل على المعلم إيصال رسالته وتتيح لأولياء الأمور معرفة المستجدات التعليمية. سيتيح الموقع التفاعلي للخريطة المدرسية أولياء الأمور وإدارات المدارس من معرفة كافة التفاصيل الجغرافية والمعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية. من مسرح وزارة التربية والتعليم، عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة فتح باب المشاركة في الدورة 21 لجائزة الشارقة للإبداع العربي والمكرسة للمخطوطات المعدة للإصدار الأول للكاتب ولم يسبق نشرها في كتاب. وتغطي الجائزة مجالات القصة القصيرة والشعر الفصيح والرواية والنص المسرحي وأدب الطفل والنقد، ويستمر استقبال المشاركات حتى 30 من نوفمبر المقبل، وتعلن النتائج في شهر فبراير القادم. صدر عن دار البيروني للنشر والتوزيع في العاصمة الأردنية عمان كتاب خزائن المرئي للناقد والفنان التشكيلي غسان مفاضلة، ويتناول الكتاب العديد من القضايا والإشكاليات ببدايات الفن التشكيلي المعاصر في العالم العربي ومساراته وتحولاته وما صاحبها من ظواهر ومتغيرات سادت وتجذرت في المنطقة. احتضنت المكتبة الوطنية الجزائرية أشغال الملتقى الدولي ذاكرة الأفلام المحافظة على التراث السينماتوغرافي، ويأتي الملتقى في سياق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال حماية الأفلام التي أنتجتها السينما الجزائرية. وكانت الجزائر قد أبرمت اتفاقية تعاون مع الاتحاد تمتد 5 سنوات يتم بموجبها تنظيم دورات تدريبية لحماية التراث السينماتوغرافي، إضافة إلى رقمنة أكثر من 13 فيلما سينمائيا كلاسيكيا. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. السلطنة تشارك في معرض الخرطوم الدولي للكتاب 2017. صدور رواية بعنوان أوراق الغريب للقاص والروائي العماني محمود الرحبي. وانطلاق فعاليات مهرجان الظافر الرابع على ميدان الأبيض لسباقات الهجن في ولاية المضيبي. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.